السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم هانا من قناة كل شيء في منزلي. سمحوا لي حبيباتي ويعني المتتبعين قناتي، بطيت عليكم على الفيديو، ما كنتش لهنايا، رحت نزور أمي كانت مريضة. أنا وين جيت قلت والله زعما حاجة نبدا لكم الحشاوي الشربيع. كاين بزاف يسمعوا بيقولوا حشاوش، يعرفوا غير القصبر والمعدنوس والنعناع، يقولوا هذا هو حشاوش ربيع. لا، كاين بزاف حشاوش ربيع، كاين من جيتي بازا، يعني كي تروح ما شاء الله في الأسواق جزائري معمرين بالحشاوش. دوكا راهي هذه عندهم يعني باش طيبوهم هذو، يعني باش ناكلوهم في الربيع. انا بغيت نسمي لكم يعني كل حشيشه بالاسم تاعها ان شاء الله. هذا فليو، هذا فليو، هذا معدنوس، يعني المعدنوس فليو بشو كيف كيف. هذا هذا بيبرس، كاين بيبرس يعطيك غير الورق، ها، وكاين هكذا، ها شوف، باش يعني وحده اللي ما تعرفوش تعقلوها، يشبه على الثوم بصح هو ماهوش ثوم. هذا ثاني طيب، يمشي مع القصبه ومعدنوس والفليو، يمشي معاهم، وقدر ثاني وحده يطيب وحده ولا يطيب مع هذا. معدنوس، قرافس، قصبر، هذا ثاني يمشي مع هذا، يمشي كاع كامل هذو الحشاوش اللي نوريكم يمشوا كاع بعضهم. وكرافس، هذا كرافس، وثاني هذا تيمرصاد، يسموها تيمرصاد. شوف كاين بزاف يغلطوا بينها، وكاين واحد العشبه تشبه لها، تشبه لها يسموها مريوت، يعني مره 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 ما كاش اللي يقدر يصبر المرارة تاعها، يغلطوا بينها وبينها. هذه عندها رائحة هايلة، يعني ما شاء الله، حتى كي تطيبيها تطلق لك الريحة ما شاء الله. وهذه عندها زوج اسماوات، كاين اللي يسميها المزيتة، وكاين اللي يسميها غنيست. هذه اسمها غنيست، يعني كاين اللي يسميها المزيتة ولا غنيست هذه. ومعاه نزيدو ثاني النعناع، النعناع الاخضر انا مش موجود عندي، عندي اليابس، يعني يمشي كاع مع هذا الحشاوش. هذو كامل يمشوا بعضهم، يعني عندهم يتفاهموا زعما قبل الماكله كي طيبيهم، طيبيهم ضربه واحده. هذه هي بغيت غير نعرفكم بهم، ومازال ان شاء الله ننزل لكم فيديو واحد اخر، كاين حشاوش واحد اخرين، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، درت غير هذا اليوم. ومن بعد ان شاء الله اللي جا راه موجود عندي الحشيش واحد اخر، يعني حشيش ربيع، نزيد لكم وحتى كيفاش يطيبوهم ان شاء الله. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.